تحت جسر منطقة الشعب، وعندما يعرف بالأسواق المركزية في بغداد، يجلس العجوز في خيمة وتدها المجهول بعد أن صار رقما زائدا بالنسبة لأسرته، فغيب عن دفتر الحضور المنزلي. والله صار لي سنوات عدي المرة ما تسأل علي، أعيش أموت هاي بس أطلع أجيب فلوس. أنا أحكي جاب بصراحة، هي ما تشتغل، عندها راتب رعاية يعني؟ ما عندها، هو الراتب مالي سوي لها وكالة عامة وتأخذ الراتب. الحاج غايب، و30% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر بحسب مفوضية حقوق الإنسان. الفقر ذاته أدى بهم إلى الخراب الاجتماعي والاقتصادي والإنساني. بالنسبة لقضية الفقر التي بدأت يعني تضرب ما يقارب ثلث سكان العراق، فالأرقام تتراوح ما بين 25% إلى 30%، سواء من هم دون خط الفقر أو في هشاشة الفقر. وبالتالي المؤشرات واضحة أن المبادرات التي أطلقت من قبل الحكومة العراقية والتي كانت برعاية جهات دولية والتي صرفت أموال طائلة عليها، للأسف الشديد يعني لم تؤتي بأكلها. في بغداد لا يستتر الفقر تحت الجسور والخيمات وحسب، فلبعض أبنية الصفيح هذه قصص يعجز ساكنوها عن سردها. أظل هنا من أروح للبيت صعب علي رجعة شوية، مستورة الحمد لله مال هالوقت هذا يعني. بحسب تقارير الأمم المتحدة لا تراجع للفقر في العراق، فالتوقعات تشير إلى أن مستقبل 40% من سكان هذه المدينة مهددون بالعيش تحت خط العوز. من بغداد، زينب المشاط، التغيير.